ما أخرتك، جاهزة. يعني هي أول مرة بدي روح على الشغل بسيارتنا، يعني مالي مضطرة أنتظر سيرفيس ولا أطلع بالتاكسي طلب تاني. لكن يا ماجدة لكن، السيارة مثل البيت، بيحس الواحد حاله حر ومانه بحاجة لحدا. يلا لكن. شرفي. بابا، بابا بتوصلني معك على الكلية؟ شو عليك؟ تفضل. بابا وأنا كمان خدوني معكم. لوين؟ ما بعرف. قاعد يدرسي، قرب فحص البكالوريا. يلا يا ولد، حان على السيارة. جيت بابا، جيت ليكني. انزلوا من السيارة. بسيطة، بطارية بدها تغيير. وقديش بتكلف هي؟ 1300 ليرة. اوكي. أول مرة بتأخر على شغلي. أصبح اركضي مشان ما تتأخري أكثر. وأنا أول مرة بتأخر على المحاضرة. وأنت الثاني، روح اطلع بالميكرو. لا لا ماشي الحال. ما يكون غاشش بالبطارية هذا. معقول؟ بعد ما دفعني 1000 ليرة؟ هذا مو عمو عادل؟ ايه دهنه دهنه. عمو عادل؟ عمو عادل؟ عمو عادل؟ عمو عادل؟ يا عادل؟ خير خير ابو رامي، شو ما حل العروس لسه؟ والله هيك فجأة وقفت، مع اني مغير لها البطارية من ساعة. ها شو هالحكي؟ غيرت لها زيت؟ غيرت لها ايه. وبواجي؟ ايه غيرته. وبلاتين؟ شو ها؟ بلاتين؟ لا ما غيرته. لا ما بصير، هي سيارة مستعملة يا ابو رامي، المفروض أول ما اشتريتها وقبل ما تسوقها تغير زيت وبواجي وبلاتين. طيب شرفوا سيدي لوصلكم. يلا والسيارة؟ هلا بنربطها بحبلي وبنشحطها عند اقرب مكنسيان. يلا شرف، تعا معي رامي، تعا تاخذ الحبلي. رامي الله يرضى عليك، فك لي الكابلين على سيارتكم. يلا الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا ابو رامي، عذبناك معنا. ولو انت بتأمر عذابك راحه. عديل بس لي هيك رجاء صغير لو سمحت. يعني شرف، يعني ما في داعي تحكي قدام حدا انه شفت السياره معطله، وخصوصا قدام اللي بالي بالك. لا يا ابو رامي لا، ما بدي توصي على هيك شغله. معقول اعطي لابو مازن هيك فرصه؟ الله يخليك. لا الله يسامحك. شرف عمو عادل،
تسلم ايديك حبيبي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. تأمر أبو رامي. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أستاذ. أخي هاي لتغيرها البلاتين. مو بس البلاتين، الزيت والبواجي. على راسي أستاذ. قديش بتكلف؟ شغلة 1000 ليرة. توكل على الله. ماشي. ابني روح تيسر على جامعتك أنت. طيب ناولنا شي 50 ليرة. ليش أخي؟ كمان أنت بدك تغير البلاتين؟